بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم للعلامة مجد الدين بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 112. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل الصدقة على الزوج والأقارب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. الصدقة على الزوج يعني إذا كانت المرأة غنية وزوجها فقير فإنها تتصدق عليه، وكذلك الصدقة على الأقارب أفضل من الصدقة على غيرهم، لأن فيها أجرين: أجر الصلة وأجر الصدقة. نعم. باب فضل الصدقة على الزوج والأقارب. عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن. قالت: فرجعت إلى عبد الله فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأتيه فاسأله، فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيركم. قالت: فقال عبد الله: بل ائته أنت. قالت: فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة. قالت: فخرج علينا بلال فقلنا له: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب يسألانك: أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما، ولا تخبر من نحن؟ قالت: فدخل بلال فسأله فقال له: من هما؟ فقال: امرأة من الأنصار وزينب. فقال: أي الزيانب؟ فقال: امرأة عبد الله. فقال: لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة، متفق عليه. وفي لفظ البخاري: أيجزئ عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري؟ نعم، هذا الحديث أصل في هذا الموضوع الذي ترجم له المؤلف: الصدقة على الزوج والأقارب. هذه زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، الصحابي الجليل، كان فقيرا وامرأته عندها صدقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم في خطبته صلاة العيد أو الاستسقاء قال: يا معشر النساء، تصدقنا ولو من حليكن، تصدقنا ولو من حليكن. وكانت النساء الصحابيات يبادرن إلى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فها هي زينب زوج عبد الله بن مسعود بادرت بتصدق، ولكنها أشكل عليها هل تدفع الصدقة إلى زوجها كان فقيرا أو تدفعها إلى غيره. وكان الصحابة رجالا ونساء، إذا أشكل عليهم شيء يرجعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسألونه، وهذا ما حصل من زوجات الأنصار،
بادرنا لما سمعنا الرسول صلى الله عليه وسلم يحثهن على الصدقة، بادرنا يسألنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصدقة على أزواجهن. نعم، أعد الحديث. وعن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن. ولو من حليكن، الذي تلبسنه. فهذا فيه الحث على الصدقة، ولو من حوائج الإنسان التي يحتاجها. نعم. قالت: فرجعت إلى عبد الله فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليد، يعني فقير. نعم. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأته فاسأله، فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيركم. قالت: فقال عبد الله: بل ائته أنت. نعم، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مع فقره يتعفف، ولم يذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يسأله هل تتصدق عليه امرأته أو لا. هذا من التعفف في الصحابة رضي الله عنهم. نعم. فقال عبد الله: بل ائته أنت. قالت: فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها، يعني تسأل عن التصدق على زوجها. نعم. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان متواضعا، ولكن الله ألقى عليه المهابة لمكانته صلى الله عليه وسلم، فكانوا يهابونه، ولو كان عليه الصلاة والسلام سهلا وبشوشا ومتواضعا مع أصحابه. نعم. قالت: فخرج علينا بلال فقلنا له: بلال ابن رباح مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان عبدا حبشيا. نعم. قالت: فخرج علينا بلال فقلنا له: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب يسألانك: أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما؟ نعم. ولا تخبر من نحن. نعم. قالت: فدخل بلال فسأله فقال له: من هما؟ فقال: امرأة من الأنصار وزينب. لما قال من هما، لما قال الرسول من هما، لم يسع بلالا إلا يخبره صلى الله عليه وسلم. واحدة من الأنصار، والثانية زينب زوج ابن مسعود. نعم. فقال له: من هما؟ فقال: امرأة من الأنصار وزينب. فقال: أي الزيانب؟ فقال: امرأة عبد الله. فقال: نعم. فقال: لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. إذا تصدقنا على أزواجهن فلهما أجران، أجر القرابة الزوجية وأجر الصدقة. نعم. لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة، متفق عليه. وفي لفظ البخاري: أيجزئ عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري. وهذا تقول زينب رضي الله عنها زوج ابن مسعود: أيجزئ عني أن أنفق على زوجي عبد الله بن مسعود وأيتام في حجري. نعم. وهذا عند أكثر أهل العلم في صدقة التطوع. هذا عند هذا الحديث عند أكثر أهل العلم، يقول المؤلف رحمه الله: وارد في صدقة التطوع، وأما الزكاة فلا تحل من الزوجة لزوجها، وإنما هذه صدقة تطوع. نعم. وهذا عند أكثر أهل العلم
في صدقة التطوع، وعن سلمان ابن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي. صدقة على المسكين غير القريب من المتصدق صدقة واحدة، والصدقة على القريب المحتاج صدقتان عن ثنتين، له فيها أجران: أجر الصلة وأجر الصدقة. نعم. وعن أبي أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. رواه أحمد. نعم، أبو أيوب هو أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، قال: إن أفضل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. على ذي الرحم يعني القريب، الكاشح لعله يقصد المتعفف يعني. نعم. رواه أحمد وله مثله من حديث حكيم بن حزام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الكاشح عندك في نعم في النهاية. إيه؟ الكاشح العدو الذي يضمر عداوته ويطوي عليها كشحه، أي باطنة. والكشح الخصر أو الخصر أو الكشح الخصر أو الذي يطوي عنك كشحه ولا يألفك، ولا يألفك، يألفك يعني النافر منك، النافر منك. نعم. وعن ابن عباس، وعن ابن عباس: فإذا كان قريبك المحتاج كاشحا عنك فأنت تتألفه أيضا، يكون في هذا تألف له، ولا تجازه على كشحه ونفوره، لا تجازه وتقابله بأن تعرض عنه، بل قابله بالإحسان. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا كان ذو قرابة لا تعولهم فأعطهم من زكاة مالك، وإن كنت تعولهم فلا تعطهم ولا تجعلها لمن تعول. رواه الأثرم في سننه. نعم، هذا يدل على أن الصدقة لا تجزي على القريب الذي تجب عليك نفقته، القريب الذي تجب عليك نفقته، لأنك تجعلها وقاية لمالك، واجب عليك أن تنفق عليه من غير الزكاة. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا كان ذو قرابة لا تعولهم فأعطهم من زكاة، لا تعولهم يعني لا تنفق عليهم. نعم. إذا كان ذو قرابة لا تعولهم فأعطهم من زكاة مالك، وإن كنت تعولهم فلا تعطهم ولا تجعلها لمن تعول. رواه الأثرم في سننه. نعم، لا تجعلها لمن تجب عليك نفقتهم، بل تنفق عليهم من مالك غير الزكاة. وأما القريب المحتاج الذي لا تعوله فالصدقة عليها أفضل من غيرها. نعم. باب زكاة الفطر. نعم، انتهت زكاة المال، زكاة المال انتهت، انتقل إلى زكاة الفطر أو صدقة الفطر، وهي الصدقة التي تجب بعد إكمال شهر رمضان المبارك، وهي صدقة وزكاة عن البدن، ليست عن المال، بل هي عن البدن، عن بدن المزكي، فهي صدقة عن البدن، وهي أيضا طهرة، طهرة له، تطهره،
هي أيضا صلة للقريب. نعم. باب زكاة الفطر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، رواه الجماعة. نعم، صدقة الفطر تجب على كل مسلم كبيرا كان أو صغيرا، صائما أو غير صائم، من يجب عليه الصيام ومن لا يجب عليه، حتى الصغير الذي لا يجب عليه الصيام تجب عليه صدقة الفطر، لأنها عن البدن، لأنها صدقة عن البدن، وهي تجب في ليلة العيد من رمضان، ويستمر إخراجها من دخول الشهر بثبوت الهلال إلى أن يخرج الناس لصلاة العيد، كل هذا وقت لإخراجها، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين لا بأس بذلك. نعم. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، رواه الجماعة. نعم، بيان النوع الذي تخرج منه صدقة الفطر، صاع من بر أو صاع من شعير، يعني مما يقتات في البلد. نعم. ولأحمد والبخاري وأبي داود، وكان ابن عمر يعطي التمر إلا عاما واحدا أعوز التمر فأعطى الشعير، وهذا يدل على أنها تخرج من التمر أيضا، وتخرج من الأصناف الخمسة كما يأتي ذكرها، من الأصناف الخمسة: البر، الشعير، التمر، الزبيب، والعقط. نعم. وللبخاري: وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. نعم، يجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين، كانوا أي الصحابة يعطونها قبل العيد بيوم أو يومين، والوجوب من ثبوت الهلال ليلة العيد تجب عليه حينئذ. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، أخرجاه. نعم، هذه الأصناف التي تخرج منها الزكاة، وهي الأصناف التي تقتات في الغالب، فإن عدمت هذه الأصناف فإنه يخرج من قوت بلده، يخرجها من الدخن، يخرجها من الذرة، يخرجها من الأرز، من الطعام الذي يقتات في البلد، ومقدارها صاع، بالصاع النبوي 4 أمداد، وبالكيلو تقدر الآن ب3 كيلو تقريبا، الصاع النبوي يقدر الآن ب3 كيلو تقريبا، وعليه الفتوى الآن. نعم. وفي رواية: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط، فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية المدينة. نعم، كنا نخرج صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يعتبر من الإقرار، لأن السنة قول أو فعل أو تقرير،
فإذا قال كنا نفعل هذا على عهد الرسول فإن هذا من الإقرار الذي أقرهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط. كم هذه؟ خمسة. خمسة أصناف، أيها أخرجت أجزأك ذلك. نعم. فلم نزل كذلك. فإن عدمت هذه الأصناف فإنه يخرج من قوت البلد. نعم. فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية المدينة فقال إني قدم معاوية رضي الله عنه المدينة في خلافته، قدم في خلافته على أهل المدينة. نعم. فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية المدينة فقال إني لأرى مدين من سمراء الشام يعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك. نعم. المدين، المدين يعني ثلثي الصاع من سمراء المدينة من النوع الطيب، يعادل الصاع من الذي دون ذلك. نعم. فقال إني لأرى مدين من سمراء الشام يعدل صاعا من تمر، من سمراء الشام يعني من حنطة الشام. نعم. إني لأرى مدين من سمراء الشام يعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد فجعلوا المدين يقومان مقام الصاع. نعم. فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه، رواه الجماعة، لكن البخاري لم يذكر فيه قال أبو سعيد فلا أزال أخرجه إلى آخره. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه الصحابي الجليل لم يأخذ بقول معاوية، لم يأخذ بقول معاوية إن المدين من سمراء الشام تكفي عن الصاع، بل كان يخرجها كما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. رواه الجماعة لكن البخاري لم يذكر فيه قال أبو سعيد فلا أزال أخرجه إلى آخره، وابن ماجه لم يذكر لفظة أو في شيء منه. نعم. وللنسائي عن أبي سعيد قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير. صاعا من طعام، هذه الرواية تدل على أن صدقة الفطر من قوت البلد، مما يطعمه أهل البلد، وليس بلازم أن تكون من البر أو التمر أو الشعير أو الأقط أو الزبيب، ليس بلازم، قوت أهل البلد، يخرج منه صاع أربعة أمداد وهذا يكفي. نعم. وللنسائي يعني فتخرج من الدخن من الذرة من الأرز. نعم. وللنسائي عن أبي سعيد قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط، وهو حجة في أن الأقط أصل. وهو يقول المؤلف رحمه الله وهذا الحديث حجة في أن الأقط أصل من الأصول، لأنه طعام، الأقط نوع من الطعام وهو اللبن المجفف، فيكون فيه مادة الغذاء. نعم. وللدارقطني عن ابن عيينة عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد قال ما أخرجنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صاعا من دقيق أو صاعا من تمر أو صاعا من سلت أو سلت سلت أو صاعا من سلت سلت نوع من الحنطة. نعم. أو صاعا من سلت أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط،
فقال ابن المديني لسفيان: يا أبا محمد، إن أحدا لا يذكر في هذا الدقيق. قال: بلى، هو فيه. نعم، قال علي بن المديني الحافظ المشهور، قال لسفيان، سفيان الثوري بن عيينة، وهذا فقيه أهل العراق. وأما سفيان بن عيينة فهو فقيه مكة، فقيه أهل الحجاز. نعم. رواه الدارقطني واحتج به أحمد على إجزاء الدقيق. فرع الدقيق فرع على البر، فرع على البر، صاع من بر، ففرعه ينوب منابه. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، رواه الجماعة إلا ابن ماجه. هذا وقت الإخراج، وقتها قبل الصلاة، قبل الخروج لصلاة العيد. فإن لم يتمكن من إخراجها قبل الصلاة يخرجها في بقية يومه، في بقية يوم العيد. فإن فات يوم العيد يخرجها، لكن لا تكون صدقة فطر، تكون صدقة من سائر الصدقات. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم. من الحكمة، هذه الحكمة أنها طهرة للصائم، تطهره من الذنوب والمعاصي. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، اللي يكون في الصيام. نعم. وطعمة للمساكين، هذه الحكمة فيها أنها تطهر المزكي وتطعم المساكين، يعني الفقراء. نعم. فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، قبل صلاة العيد يعني. نعم. ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، يعني ولا تأخذ حكم صدقة الفطر، تكون صدقة من سائر الصدقات. فهذا فيه الحث على إخراجها قبل صلاة العيد. نعم. ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، رواه أبو داود وابن ماجه. نعم. وعن إسحاق ابن سليمان الرازي قال: قلت لمالك بن أنس: أبا عبد الله، كم قدر صاع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: خمسة أرطال وثلث بالعراقي. أنا حزرته فقلت: أبا عبد الله، خالفت شيخ القوم. قال: من هو؟ قلت: أبو حنيفة، يقول ثمانية أرطال. فغضب غضبا شديدا ثم قال لجلسائنا: يا فلان هات صاع جدك، ويا فلان هات صاع عمك، ويا فلان هات صاع جدتك. قال إسحاق: فاجتمعت آصع. فقال: ما تحفظون في هذا؟ قال: هذا حدثني أبي عن أبيه أنه كان يؤدي بهذا الصاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: هذا حدثني أبي عن أخيه أنه كان يؤدي بهذا الصاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: حدثني أبي عن أمه أنها أدت بهذا الصاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال مالك: أنا حزرت هذه فوجدتها خمسة أرطال وثلثا، رواه الدارقطني. نعم، هذا فيه أن أبا حنيفة رضي الله عنه، نعم، إيش قال؟ ثمانية أرطال أبو حنيفة. أي نعم. ومالك يراها خمسة أرطال وثلث، خمسة أرطال، فيكون هذا حجة على أبي حنيفة رحمه الله. والفقيه يجتهد، قد يصيب وقد يخطئ، أبو حنيفة وغيره.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. نعم. كتاب الصيام. المهم أن صدق أن الصاع النبوي الذي قدر النبي صلى الله عليه وسلم فيه صدقة الفطر يساوي 3 كيلو الآن على التقريب، ولا هو أقل، لكن 3 كيلو احتياط أكثر، فإذا أخرج 3 كيلو فقد أجزأ إن شاء الله. وهذا ما صدر به قرار هيئة كبار العلماء. نعم. كتاب الصيام. نعم. باب ما الصيام. كتاب الصيام. الصيام شهر رمضان، وهو الركن الرابع من أركان الإسلام، الركن الرابع من أركان الإسلام، خلص من الزكاة انتقل إلى الصيام. الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، والصيام هو الركن الرابع، والحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام. نعم. كتاب الصيام. باب ما يثبت به الصوم والفطر من الشهر. صيام رمضان فرض في السنة الثانية من الهجرة، وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات قبل وفاته صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، يعني حضر، شهد يعني حضر، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذا عذر للمريض الذي يشق عليه الصيام أن يفطر ويقضي ما أفطره من أيام أخر من أيام السنة. إذن لابد من صوم رمضان، إما أداء وإما قضاء. والمسافر أيضا، لأن السفر مظنة المشقة على الصائم، رخص الله له بالإفطار في رمضان ويقضي ما أفطره في سفره. وأما المريض، وأما الكبير الهرم الذي لا يستطيع الصيام لا حاضرا ولا مستقبلا، والمريض المزمن الذي لا يرجى شفاء مرضه ويشق عليه الصيام، فهذان عليهما الإطعام، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذه يراد بها الشيخ الهرم والمريض المزمن، يطعم عن كل يوم وليس عليه صيام، طعام مسكين واحد. نعم. ويقدر بالكيلو ونصف، يعني ربع الصاع أو ثلث الصاع. نعم. كتاب الصيام. باب ما يثبت به الصوم والفطر من الشهود. ما يثبت به الصوم، يثبت صوم رمضان برؤية هلاله بأحد أمرين: إما برؤية الهلال، وإما بإكمال شعبان 30 يوما إذا لم يرى الهلال. إما برؤية الهلال، وإما بإكمال شعبان 30 يوما
قوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، يعني الهلال، فإن غم عليكم فاقدروا له، فاقدروا له، وفي رواية: فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فقوله اقدروا له يفسرها قوله: أكملوا شعبان 30 يوما. نعم. باب ما يثبت به الصوم والفطر من الشهود. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. يثبت رؤية الشهر بشاهد واحد، دخول الشهر يثبت بشهادة واحد، بدليل حديث ابن عمر هذا أنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال، هلال دخول الشهر، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بالصيام. هذا دليل على أنه يثبت دخول الشهر بشهادة واحد، وأما الخروج فلا يثبت إلا بشهادة شاهدين كما يأتي. نعم. ترى الناس الهلال فأخبرت رسول، وهذا في مشروعية ترائي الهلال، أن الناس يتحرون الهلال ويتراءونه ليلة الثلاثين، تراءونه ليلة الثلاثين من شعبان، هذا سنة أنهم يتراءونه. نعم. ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. هذا دليل على أنه يثبت دخول شهر رمضان بشهادة واحد، بشهادة واحد عدل. نعم. رواه أبو داود والدارقطني وقال: تفرد به مروان بن محمد عن ابن وهب وهو ثقة. نعم. وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال، يعني رمضان، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال، أذن في الناس فليصوموا غدا. رواه الخمسة إلا أحمد. نعم. هذا أعرابي جاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى هلال رمضان، فسأله هل هو مسلم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: نعم. فأمر بلال أن يؤذن في الناس أن يصوموا، مثل الحديث ابن عمر الذي قبله: أخبرت رسول الله أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. ففيه دليل على دخول الشهر بشهادة شاهد واحد. نعم. ورواه أبو داود أيضا من حديث حماد بن سلمة عن سماك عن عكرمة مرسلا بمعناه، وقال: فأمر بلالا فنادى في الناس أن يقوموا وأن يصوموا. أن يقوموا يعني للتراويح، صلاة التراويح، وأن يصوم. نعم. وعن ربعي ابن حراش خراش وعن ربعي ابن خراش ابن خراش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختلف الناس في آخر يوم من رمضان، فقدم أعرابيان فشهد عند النبي صلى الله عليه وسلم بالله لأهل الهلال أمسي عشية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا. رواه أحمد وأبو داود، وزاد في رواية: وأن يغدوا إلى مصلاهم. نعم. هذا الحديث فيه أن خروج شهر رمضان لا يثبت
إلا بشهادة اثنين، إلا بشهادة اثنين، وذلك لأن الأعرابيين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنهم رأوا الهلال، هلال شوال، فالنبي صلى الله عليه وسلم استثبت منهما، ثم أمر الناس أن يفطروا لأن الخبر جاء متأخرا أثناء النهار، أن يفطروا وأن يخرجوا من الغد لصلاة العيد. نعم. وعن عبد الرحمن ابن زيد بن الخطاب أنه خطب في اليوم الذي شك فيه فقال: ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم، وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، وانسكوا لها، فإن غم عليكم فأتموا 30، فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. أعد الحديث. وعن عبد الرحمن ابن زيد ابن الخطاب. نعم. أنه خطب في اليوم الذي شك فيه فقال، الذي شك فيه وهو يوم 30 من شعبان، هذا الشك هل هو من رمضان أو من شعبان، فيه شك هذا. نعم. وعن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب في اليوم الذي شك فيه فقال: ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم، وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، وانسكوا لها. وانسكوا لها، انسكوا للرؤية يعني الأضاحي، ذبح الأضاحي. نعم. وانسكوا لها، فإن غم عليكم فأتموا 30. إن غم عليكم الهلال ولم يرى، هذا يوم شك، أكملوا شعبان 30 يوما. نعم. فإن غم عليكم فأتموا 30، فإن شهد شاهدان. هذا دليل على أنه لا يصام يوم الشك، وإنما يفطر فيه. نعم. فإن غم عليكم فأتموا 30، فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. شهد شاهدان على رؤية هلال شوال فصوموا وأفطروا. الصيام يكفي واحد، وأما الإفطار فلا بد من شاهدين. نعم. يكفي واحد كما في حديث ابن عمر الذي سبق. نعم. فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا، رواه أحمد ورواه النسائي ولم يقل فيه مسلمان. وعن نعم. وعن أمير مكة الحارث بن حاطب قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما. نعم. وعن أمير مكة الحارث بن حاطب قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية. ننسك يعني نذبح الأضحية لرؤية الهلال، هلال ذي الحجة. نعم. قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما. نعم. رواه أبو داود والدارقطني. يعني على نسكنا بشهادتهما على ثبوت الشهر. نعم. رواه أبو داود والدارقطني وقال: هذا إسناد متصل صحيح. باب ما جاء في يوم الغيم والشك. عن ابن عمر: إذا صار يوم 30 من شعبان، فإن كان الجو صحوا ولم يرى الهلال فإنهم يصبحون مفطرين بالإجماع، إذا
صار الجو ليلة الثلاثين من شعبان صافيا ليس فيه قطر ولا ما يمنع الرؤية ولم يروه فإنهم يصبحون مفطرين، هذا بالإجماع. أما إذا كان فيه غيم أو قطر فهذا هو الشك، بعض العلماء يرون أنه يصعم، يقول في متن الزاد وهو ظاهر المذهب أنه يصام، والجمهور على أنه لا يصام بل يكمل شعبان 30 يوما. نعم. باب ما جاء في يوم الغيم والشك. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. أخرجاه هما والنسائي. اقدروا له، بعض العلماء يفسر اقدروا له يجعلوه يعني ضيقوه، جعلوه 29 شعبان، وهذه حجة من يصوم يوم الشك. ولكن اقدروا له بينتها الرواية الثانية، اقدروا له أكملوا شعبان 30 يوما. نعم. فإن غم عليكم فاقدروا له. أخرجاه هما والنسائي وابن ماجه، وفي لفظ: الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. رواه البخاري. نعم، فإن غم عليكم فأكملوا العدة، عدة شعبان 30 يوما، هذا فيه أنه لا يصام يوم الشك. نعم. وفي لفظ رواه البخاري، وفي لفظ أنه ذكر رمضان فضرب بيديه فقال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم عقد إبهامه في الثالثة. يعني 29، والإبهام التي عقدها هي ليلة 30 لأنها شك. نعم. ثم عقد إبهامه في الثالثة: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا 30. رواه مسلم. اقدروا 30 يعني يكملوا شعبان 30 يوما. نعم. وفي رواية أنه قال: إنما الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. رواه مسلم وأحمد. الشهر قد يكون 29 هذا كثير، وقد يكون 30. نعم. رواه مسلم وأحمد وزاد. قال نافع: وكان عبد الله إذا مضى من شعبان 29 يوما يبعث من ينظر، فإن رأى فذاك، وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب أو قتر أصبح مفطرا، وإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائما. هذه حجة من يرى صوم يوم الشك. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. رواه البخاري ومسلم. وقال: فإن غمي عليكم فعدوا 30. وفي لفظ: صوموا لرؤيته فإن غمي عليكم فعدوا 30. رواه أحمد. تضافرت الروايات على أن يوم الشك لا يصام وأنه يجب إفطاره. نعم. وفي لفظ: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والنسائي. وفي لفظ: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا 30 ثم أفطروا. رواه أحمد والترمذي وصححه. نعم. إن غم عليكم يعني آخر الشهر. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حال بينكم وبينه سحاب فكملوا العدة 30، ولا تستقبلوا الشهر استقبالا.
رواه أحمد والنسائي والترمذي بمعناه وصححه. لا تستقبل الشهر استقبالا، يعني تصومون يوم الشك، تقولون هذا من باب الاحتياط. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. لا يجوز تقدم الشهر. نعم. وفي لفظ للنسائي: فأكملوا العدة، عدة شعبان، رواه من حديث أبي يونس عن سماك عن عكرمة عنه. وفي لفظ: لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين. نعم. إلا أن يكون شيئا يصومه أحدكم. إلا إن كان من عادة أحد أنه يصوم من شعبان على أنه نافلة، استمر على صيامه. نعم. ولا تصوموا حتى تروه، ثم صوموا حتى تروه. نعم. فإن حال دونه غمامة فأتموا العدة 30 ثم أفطروا، رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظه من غيره، يصوم لرؤية رمضان، فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام، يعني أكمل شعبان. نعم. رواه أحمد وأبو داود والدارقطني، وقال: إسناد حسن صحيح. وعن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، رواه أبو داود والنسائي. وعن عمار، الله جل وعلا يقول: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. الله جعل الأهلة مواقيت للعبادات، الصيام والحج والعدد وغير ذلك. نعم. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: ومن صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. هذا فيه تحريم صيام يوم الشك. يقول عمار بن ياسر رضي الله عنه: الذي يصوم اليوم الذي يشك فيه قد عصى أبا القاسم. هذه كنية الرسول صلى الله عليه وسلم، قد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، لأنه نهى عن صوم يوم الشك. نعم. قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، رواه الخمسة إلا أحمد وصححه الترمذي، وهو للبخاري تعليقا. باب يكفي. تعليقا يعني بدون سند، يعني البخاري يذكر بعض الآثار بدون سند، يكون هذا من المعلقات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما القول الراجح حفظكم الله في مسألة إعطاء الزوجة زكاتها لزوجها الفقير؟ لا يجوز هذا، لأنه سينفقها عليها، هذا لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: اقترض شخص مني 500 ريال وهو رجل فقير محتاج، هل يجوز لي أن أنويها من الزكاة إذا أراد أن يعطيني إياها؟ إذا أعطاك إياها وقبضتها ودفعتها إليه فلا بأس، أما أنك تسقطها عنه تقول إنها زكاة، لا، النية عند الإخراج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله صلى الله عليه وسلم: تصدقنا ولو من حليكن، هل يؤخذ منه أنه ليس في حلي النساء المعد للاستخدام ليس فيه زكاة؟ نعم، وهو قول الجمهور أنه ليس فيه زكاة، وهو المفتابي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: عمتي عندها مال وتطمع أن نعطيها مالا من عندنا، وربما غضبت. زوجتي عمتي عندها مال وتطمع أن نعطيها مالا من عندنا، وربما غضبت إذا لم نعطها. سؤاله: هل لنا أن نعطيها مع غناها ولها مال يكفيها ثم أحتسبها من الصدقة؟ لا، لا تحتسبها من الزكاة، لأنها لا تحل لغني،
لكن احتسبها من الصلة وإرضائها، من الصلة وإرضائها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، يقول: أنا صاحب شركة وأريد دفع ما على هذه الشركة من الزكاة، ولكن هذه الشركة عليها ديون في السوق ولها ديون في السوق، فما هي الطريقة الشرعية لإخراج الزكاة؟ الطريقة أن تزكي أموالك، سواء التي بيدك، صندوقك، أو لك في البنك، أو الديون التي لك على الناس. الديون التي لك على الناس تزكيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، يقول: هل يجوز إخراج زكاة الفطر من الفواكه المجففة إذا كانت قوتا لبلد من البلدان؟ إذا لم يوجد غيرها في البلد وهي قوت فلا مانع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز لي أن أوكل صديقا ثقة في إخراج زكاة الفطر عن نفسي وعائلتي، وذلك لعلمه ببعض الأسر الفقيرة؟ لا بأس بالتوكيل، لا بأس، توكل من يخرج زكاة الفطر عنك وعن عائلتك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، يقول: ذكرتم حفظكم الله في أصناف زكاة الفطر أنها إذا عدمت هذه الأصناف الخمسة فيجوز إخراجها من نوع آخر، يقول: هل نفهم من قولكم إنه لا من قولكم هذا أنه لا يجوز إخراج غير الأصناف الخمسة إذا وجدت في البلد؟ أي نعم، هذا هو الذي عليه الأكثر، ما دامت موجودة في البلد فتخرج منها، لأنها هي المنصوصة. نعم. وإنما يجزئ عنها غيرها إذا عدمت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا كان الشخص قد كفل يتيما وهو ينفق عليه، فهل يخرج عنه زكاة الفطر؟ نعم، أخرجوا الزكاة عمن تمونون، يعني من تنفقون عليه شهر رمضان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: عند إخراجي لزكاة الفطر فإني أقوم بزيادة كيلو أو كيلوين لأجل الاحتياط وأحتسبها صدقة مع الزكاة، فهل ما أقوم به مشروع؟ المهم أن تخرج المقدار الواجب، وإذا زدت عليه فلك زيادة أجر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم لكن الله، لا تخرج إخراص، ما تخرج إخراص، لازم تقيد بالمقدار، تطمئن أنك أخرجت المقدار، فإذا زدت عليه من عندك فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا كان الرجل يمون رجلا في شهر رمضان كاملا، كالضيف مثلا جلس في رمضان عندي الشهر كامل، فهل يجب علي أن أخرج عنه زكاة الفطر؟ نعم، إذا كنت تمون كل شهر رمضان فصدقة الفطر تابعة للمؤونة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الزكاة ركن من أركان الإسلام، فهل المقصود بذلك زكاة المال أم يدخل فيها زكاة الفطر؟ زكاة المال مراد بها زكاة المال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، يقول: ما الحكمة في أنه تقبل شهادة الواحد في دخول شهر رمضان ولا تقبل إلا شهادة اثنين عند الخروج؟ لأنه عند الدخول غير متهم، وأما عند الخروج فيكون متهماً لأنه يريد الإفطار والأكل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: المتسولون الذين يكونون في الشوارع في رمضان أو عند الإشارات، هل يجوز لي أن أعطيهم من زكاة الفطر وهل تجزئ عني؟
والله الاحتياط أنك ما تعطيهم إياها، تعطيها ناس محتاجين من جيرانك، ممن حولك، من أقاربك المحتاجين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: عندنا في البلد أجمع المجمع الفقهي في ذاك البلد يقول على أنه يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا على مذهب أبي حنيفة. لا، قل له لا ولا كرامة، ما تخالف السنة علشان المجمع الفقهي. المجمع الفقهي الذي يخالف السنة لا عبرة بقوله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الكبير في السن إذا الكبير في السن إذا لم يستطع صيام شهر رمضان فإن عليه كفارة، فهل يخرجها من بداية الشهر؟ ما هي كفارة، هذه فدية، فدية طعام مسكين، فدية عن الصيام. نعم. وهذه الفدية حفظك الله يقول: هل يخرجها من بداية الشهر أو في نهايته؟ لا بس يخرجها كل يوم بيومها، أو يخرجها جميعا في أول الشهر أو في آخره، ما في بس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يشتري من مال الزكاة، أن يشتري رقيقا من أجل أن يعتقه؟ نعم، يعتق منها الأرقة، وفي الرقاب يعني المماليك يعتقون من الزكاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا رأى أناس الهلال، هلال رمضان، ولكن الحاكم لم يأمر بالصيام وإنما أمر بعد ذلك بيوم، فهل يصومون قبل الناس؟ يصومون لكن يخفون صيامهم ما داموا رأوا بأعينهم الهلال ولم يعمل بقولهم، يصومون لكن لا يظهرون الصيام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تجزئ رؤية المرأة لهلال رمضان امرأة واحدة؟ نعم، ولو امرأة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، زكاة الفطر عن الجنين الذي في بطن أمه، هل إخراجها عنه من باب الوجوب؟ استحباب، استخراجها من باب الاستحباب لا من باب الوجوب. نعم. عن الحمل في البطن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، المسكين هل يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عنه وعن أولاده؟ المسكين. نعم. هل يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عنه وعن أولاده؟ نعم، على قدر ما يقدر عليه يخرج عنه، لأنه يمونهم، وصدقة الفطر عمن ينفق عليهم الإنسان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقوله سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه، يقول: هل صحيح أن معناه يكلفونه ويشق عليهم؟ أي نعم، هذا هو معناه، يطيقونه بقراءة: وعلى الذين يطوقونه، يعني يشتد عليهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز للشخص المسمى بمحمد أن يتكنى بكنية رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي القاسم؟ إيه نعم، لا بأس بذلك، بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لا بأس، أما في حياته فلا يتكنون بكنيته، لأن هذا يوهم إذا قال يا أبا القاسم، ربما أن الرسول يلتفت وهما هو المقصود. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: التمر من أصناف الطعام في زكاة الفطر، يقول: إذا لم يكن قوتا في ذاك البلد هل يجوز لي أن أخرجه؟ لا، إذا لم يكن قوتا في البلد لا تخرجه من قوت البلد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بالنسبة للمسافر، هل الأفضل في حقه أن يصوم رمضان أداء؟
نعم يجوز له يصوم ويجوز له يفطر. المسافر يجوز له يصوم إذا صام أجزأه ذلك على قول الجمهور، وإن أفطر فقد أخذ بالرخصة وهذا أفضل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إعطاء زكاة الفطر ليلة العيد إلى الجمعيات الخيرية هل تبرأ الذمة بإعطائهم لها؟ والله يا أخي صدقة الفطر واجبة عليك وفي ذمتك، ما إما تخرجها بنفسك وإلا تعطيها من تثق به أنه يوصلها. وأما الجمعيات فالغالب أنها تجمع زكاة الفطر وتكدسه ولا تراعي وقتها ولا تراعي أهلها، فلا تعطيها لهم. نعم، لأنها مسؤولية عليك أنت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: شخص اعتاد أن يجمع من أصحابه وأقاربه أن يجمع مالا ثم يشتري بهذا المال زكاة الفطر عنهم. نعم. شخص اعتاد أن يجمع من أصحابه وأقاربه أن يجمع ويأخذ منهم مالا ثم يشتري بهذا المال زكاة الفطر ويوزعها على الفقراء، فهل في هذا شيء؟ ليس فيها شيء، لكن ما يحمل نفسه يقول للناس وكلون، ما يقول للناس وكلون، ولكن إذا وكلوه بدون أنه يطلب منهم فلا بأس أنه يتوكل. أما يقول للناس وكلون، هم عافيها الله، كيف يحمل نفسه مسؤولية؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: اعتاد الناس في هذا البلد أن يخرجوا زكاة الفطر من الأرز، يقول: فهل يجزئ عنهم مع أنه لم يذكر من الأصناف الخمسة؟ نعم، يجزي عنهم لأنه صار هو الطعام الآن، هو الطعام الغالب أنه من الأرز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هذه امرأة تسأل فتقول: هل يجوز لها أن تلبس حزاماً يغطي ظهرها لأجل العلاج ويكون به ما يسمى بالمغناطيس لأنه مفيد للعلاج كما يقولون، فهل هذا جائز؟ بس لا يصير حزام ناسف. أما إذا كان حزام علاج فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول: ظهر في الآونة الأخيرة ظاهرة، وهي أنه عند نزول الغيث وذهاب الناس إلى النزهة مع عائلاتهم يوم الجمعة، فإنهم يقيمون صلاة الجمعة في مخيماتهم البرية. ما تصح ولا تجوز. إن كان عندهم جوامع يصلون مع الناس في الجوامع، ما عندهم جوامع يصلونها ظهرا، أما أنهم يقيمونها في البر هذا خلاف السنة ولا تجزي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: طلع ناس ما يبالون، الله عافينا، ما يبالون بأنفسهم ولا بالناس، يتذممون الناس، يصلون الجمعة بالبر، هذا غير مشروع هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما يسمى بالطريقة النقشبندية، هل هم يوافقون أهل السنة في بعض الأمور؟ والله ما أعرفهم، ما أدري، لكن النقشبندية نوع من التصوف، الله أعلم بهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل تزوج بامرأة ثانية فطلبت امرأته الأولى الطلاق، فهل تدخل في حديث أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة؟ ما في شك أنها تدخل فيه، إذا كان لمجرد أنه تزوج هذا لا يجوز لها هذا، ما يجوز لها هذا، يبي تزوج إلى أربع، هذا حقه الذي أعطاه الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة من فرنسا تقول إن أباها غير مسلم وأمي مسلمة،
وقد تزوجت أمي برجل مسلم لكنه لا يصلي. ما هم مسلمين؟ اللي ما يصلي ما هم مسلم. نعم. ثم تقول حفظك الله: وعندها عم مسلم يصلي، فمن يزوجني؟ تقول يزوجها أقرب الأقارب الذي يصلي، الذي يؤدي الصلاة وهو أقرب إليها من غيره يزوجها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا سلم الإمام من الصلاة فهل يجوز للمأموم أن يتأخر عنه قليلا من أجل الدعاء؟ نعم. إذا سلم الإمام من الصلاة فهل يجوز للمأموم أن يتأخر عنه قليلا من أجل الدعاء؟ يدعوه في مكانه. ما كان الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأخرون من أجل الدعاء، يدعون وهم في الصف في مكانهم من الصف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه مجموعة من النساء تقول: نحن مجموعة من النساء وقد فتحنا موقعا على الشبكة العنكبوتية وسميناه بالحور العين، فهل هذه التسمية لهذا الموقع جائزة؟ والله ما أعرف هذا، والعنكبوت بريئة من هذا. عنكبوتية، عنكبوت دويبة مسكينة، ما هي لها الأمور هذه. فإذا كان هذه فيها منكرات وفيها أشياء فلا يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذه امرأة تقول إنها طالبة علم، تسأل تقول: ما موقفي من داعية تدعي أنها سلفية لكنها تدعو إلى عدم الترحم على الإمام النووي وإلى حرق كتاب تفسير الجلالين، هل لي أن آخذ منها العلم أم أحد؟ تشدد. لا، هذه متشددة، لا تقتدين بها ولا تأخذي عنها العلم، هذه تشدد. الإمام النووي إمام جليل، تفسير الجلالين مفيد وفيه فوائد عظيمة، وإن كان فيه تأويل لبعض الصفات لكنه معتمد عند العلماء. نعم. ومصنفه إمامان جليلان، السيوطي والمحلي، من الأئمة المشهورين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل تقول: إذا جلست المرأة في غير بيتها أياما كبيت أهل الزوج مثلا، هل يجوز لها أن تنزع ثيابها لأجل أن تغتسل في ذاك البيت؟ بيت أهل زوجها هذا لا بأس به، لأنه يعتبر بيتا لها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل تقول: إن زوجها يسكن خارج المملكة وهي في المملكة، تقول: ولي 3 سنوات وقد طلقني زوجي، فهل يجب علي العدة إذا أردت الزواج؟ إذا مضى عليها 3 حيض بعد الطلاق قد خرجت من العدة. إذا مضى عليها 3 حيض بعد الطلاق فقد خرجت من العدة، وإن كانت 3 حيض إذا مضى عليها 3 أشهر بعد الطلاق فقد خرجت من العدة، فلا أن تتزوج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما هو المطر الذي يبيح الجمع بين الصلاتين؟ الذي يبل الثياب. الفقهاء ذكروا هذا، إذا كان المطر يبل الثياب بينه وبين المسجد، مطر ينزل ويبل الثياب، فإنه له أن يجمع. أو كانت الأرض دحض بين البيوت وبين المسجد، دحض وطين بعد المطر، فإن الإمام يجمع بين المغرب والعشاء رفقا بهم من الخروج في الدحض والطين. أما مجرد مطر رذاذ ولا يبل الثياب هذا ليس عذرا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا جمع الشخص بين صلاتي المغرب والعشاء فهل يصلي السنة الراتبة عن المغرب وعن العشاء بعد انتهائه من العشاء؟ لا بس. طيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل:
سلمت بعد التشهد الأخير وقبل أن أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ثم تذكرت فرجعت وأكملت التشهد إلى آخره. يقول سلمت بعد التشهد الأخير وقبل أن أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تذكرت. التشهد الأخير يا أخي فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، التشهد الأخير فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تقول إني ما صليت على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما جئت بالتشهد الأخير؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل يقول ما حكم أن تلبس المرأة ما يسمى بالنقاب؟ تلبس العادة التي تلبسها في بلدها مما يستر وجهها، ولا تلبس النقاب إذا لم يكن من عادتها. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد.